السلام عليكم ازول بونسوار. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الكيكه سهله وسريعه والمكونات تكون تقدر تكون متوفره في اي بيت، اللي هي الكيكه بالليمون وفيها ودايره فيها بحال طبقات غير بالكاكاو. نبداو على بركه الله. عندنا هنايا 200 مليلتر ديال الحليب سخنته شويه، 200 مليلتر ديال عصير الليمون، 200 مليلتر ديال الزيت زيت المائده، وعندي هنا 80 غرام ديال السكر سنيده. الاشاره راه كنقص السكر ولكن هي تقدروا ديروا فيها حتى 100 حتى 120 غرام ديال السكر. عندي 3 طع البيضات تقدروا ديروا غير جوج الا كانوا كبار. عندي جوج خميرات حمرين ديال 7 غرام 14 غرام. عندي الفاني وهنايا انا غير زدت هذا، عندي هذا لاروم ديال الشوكولا، درو تاع الشوكولا الا كان ما كانش ماشي مشكل. هاد العبار باش نعبر الكاس، باش تعبروا الحليب، باش تعبروا الزيت، باش تعبروا الزيت والعصير ديال الليمون وتعبروا به حتى السكر. وعندي 3 تاع البيض وعندي شويه تاع الملح. هذا الشيء اللي كان في المقادير. الدقيق عندي جوج كيسان ديال الدقيق. نبداو على بركه الله. نبداو بهذاك البيض، انا عندي هنا 3 تاع البيضات صغار، تقدروا ديروا غير جوج كبار ونزيد عليه السنيده ديالي. بهاد الطراب ولا غير بالطراب اليدوي نضربوا البيض مزيان، نضربوا البيض مزيان مع السنيده ونرجع لكم. كما كتشوفوا كما كيبيض عندنا داك البيض وكيبدا يذوب مع السكر على هذا الشكل الا كيبان لكم. كنبداو نزيدو الزيت، ولكن الزيت ماشي كنزيدوها بمره، الزيت كنزيدوها شويه بشويه هكا. نطلعوا الطراب ونزيدو الزيت شويه بشويه باش ما ينزلش لينا البيض اللي طلعنا. كنكملو كاع الزيت ديالنا، كيما كتشوفو ديك الزيت كاملة زدتها للخليط، نكمل غير بالطراب اليدوي. نبدا نزيد العصير ديالي والحليب ديالي، شوية تاع الفاني وشويه ديال داك الروح ديال الشوكولا اللي عندي انا هنا. وما ننساش واحد شويه تاع الملحه. نستمر على هذه الطريقه. انا عندي الدقيق هنا راه مغربل، نزيد الدقيق. درت هنايا جوج وشويه، خفت لا على حساب الدقيق ديالي يشرب بزاف، على الخليط ديالي اللي خصو دقيق. وها هما الخميرات بجوج، 7 غرام 7 غرام. كيما قلت لكم راه غير جوج ديال الكيسان، داك العبر باش عبرتو في الاول هو ديال الدقيق اللي غديروا. الا كان الدقيق ديالكم ماشي من النوع اللي كيشرب تقدروا تزيدوا ليه شويه. هاد الكيكه كتجيب حجم عائلي، كتجي كبيره. كنستمر هكا حتى ندخل كاع داك الدقيق في الخليط ديالي.
حطهم دخل كامل وانا معكم منين بغي نديرها في المول ديالها. كما كتشوفوا دخلت لها كاع داك الدقيق، ديك الكميه الدقيق اللي عندي ديك جوج، انا درت جوج تاع الكيسان وشويه وتقريبا ربع. وهالمول اللي غادي ندير كندير ليه، درت فيه انا الزبده ودرت ليه الدقيق، دقيق الفرص. بسم الله. ندير شويه ونهز هذا الكاكاو وندير شويه تاع الكاكاو في هذا الطبقه على هذا الشكل. هذا كاكاو المر. نعاود ندير طبقه اخرى. ندير الطبقة الثانية ديال هذا الكاكاو على هذا الشكل حتى نغطي كاع الوجه ديالها. صافي كنكمل هذيك الكميه اللي بقات ليا كوبا كامله على هذا الشكل. نحاول نغطي هذاك الكاكاو كامل، نحاول نغطيه واخا ما بقاش ليا بزاف. كمل على هذا الشكل وكندخلها الفران على 200 على 180 درجه. الا كانت الطاوه ديالكم ما تقيلاش ديروا شي طاوه لتحت من تكون من تحت منها. المهم ندخلها الفران ملي طيب نوريها لكم ان شاء الله. كانت هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران، خليتها واحد 5 دقائق بردات. دابا نديمو ليوها ونزينوها غير تزيين بسيط وصافي. هذه هي الكيكه ديالي، ما كانتش كبيره. المهم ندير ليها انا غير شويه ديال، عندي هنايا صوص تاع الكراميل ندير ليها شويه هكا من الفوق، حيتاش كيما كيشتوني راه ما درتش السكر كثير فيها. شويه تزين، كيبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروا غير شويه ديال السكر كلاصي ولا اللي بغيتو من الفوق. درت ليها شويه تاع صوص كراميل، ندير ليها شويه ديال هاد حبيبات الشوكولا زعما حيتاش منين درنا ليها الكاكاو. على هذا الشكل انا بقى لي شي تاع الكاكاو نقدروا نديروا ليه غير نشله. هذه هي الكيكه ديالنا، نقطع واحد المرصو باش نشوفوها كي دايره من الداخل. واخا راه باقي سخونه
هادشي الشكل ديالها. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم، راه كما كتشوفوها راه كتجي دايره خفيفه. نتمنى تعجبكم الوصفه ديالي تاع اليوم وتجربوها، راه كيجيو فيها هاد الخطوط هكا. المهم الى عجبتكم الوصفه ديالنا تاع اليوم نتمنى تبارطاجيوها مع اصدقاء ديالكم وتشجعوني بلايك وبابوني، وشكرا لكم ومسيه سعيده وباي باي.